بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم لأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.